لكن بدءا من عام 72 حادثه الخنكه الشهيره 81 الزاويه الحمراء. وانا اذكر وقتها ان نزل رئيس الطائفه واختار في ذلك الوقت الدكتور القس صموئيل حبيب، نزل الى الزاويه الحمراء وكان معه بعض القيادات، واستطاعت الكنيسه الانجيليه في ذلك الوقت ان تلعب دورا حتى ان كان محدود لكنه محسوس. تلت بعد ذلك الاحداث الفيوم وديروط وصلبه وكفر دميانة في الشرقية والفكرية وعزبة الأقباط والكشح وفرشوط وتشلوط ونجع حماتي والقديسين في الأسكندرية والشهيدين في أطفيح حلوان. في ذلك الوقت تدخل عنصر لم يكن محسوب في الأمر، برغم في عناصر كثيرة غير محسوبة، تدخل المصريون الأقباط في المهجر اللي تمت مهاجمتهم. والأستاذ رجب البنا على سبيل المثال كتب كتاب أقباط المهجر في عام 98، وروزا اليوسف في عام 98 في أبريل كتبت 16 صفحة في ملحق وأطلقت على أقباط المهجر عملاء المهجر. ظللنا ننفي بألسنتنا عبر نحو 50 سنة ما نطق أنه واقع مؤلم بعقولنا، وفضلنا نقول، ودي حقيقة في جزء منها، نحن نسيج واحد رغم أن النسيج ممكن يعد، وقلنا أننا سبيكة واحدة رغم أن السبيكة ممكن يدخل إليها الصدر. وفوجئنا بعد ذلك بإسقاط لحق المواطنة في إعلان واضح جدا مرئي ومسموع ومسجل بواسطة الرئيس السادات عندما أعلن قائلا: أنا رئيس المسلم لدولة المسلمة، وأعتقد شخصيا أن حق المواطنة قد أعلن سقوطه في ذلك الوقت. وبمجيء الرئيس السابق مبارك زاد تهميش المسيحيين، وأصبح للإخوان المسلمين دور يستخدم في الترهيب أو في الترغيب، واستخدام العصا والجزرة معهم كان له أهداف كثيرة جدا أعتقد أنه ليس من بينها إعطاء مساحة للحرية لا للمسلمين ولا للمسيحيين. ومع تقنين الفساد وظهور الإسلام السياسي بوضوح في مصر في خلال 50 سنة جاءت ثورة 25 يناير 2011، ورأينا صورة نقية جدا للعلاقات ما بين المسلمين والمسيحيين في ميدان التحرير عندما وقف الشباب المسيحي لكي يحمي المسلمين وهم يصلون الجمعة، ويحدث أيضا ذات الأمر عندما صلى المسيحيون في ميدان التحرير وارتفع الشعار القديم جدا شعار ثورة 19 الهلال والصليب معا. ولما اخترنا الشعار بتاعنا اخترنا نفس الشعار اللي ارتفع في عام 19 الهلال والصليب ايد واحدة. في هذه الفرصة بعد المقدمة السريعة دي التي لا أعرف إن كان لها لزوم أم لا، لكن على أي حال من الأحوال أنا أعتقد إنها مجرد مقدمة بسيطة بريئة قصدت منها أن تكون مدخلا طبيعيا للأحباء الأعزاء الأصدقاء الذين شرفونا بالحضور في هذه الفرصة.